الانهيار المتواصل يضرب العملة الإيرانية قبل أيام من تفعيل العقوبات الأمريكية، مع تسارع وتيرة الحرب الكلامية المشتعلة بين طهران وواشنطن. الريال الإيراني وصل إلى أرقام قياسية في السوق السوداء، 119,000 مقابل الدولار الواحد بنسبة تراجع 18% في غضون يومين. الموجة الجديدة من قفزات الدولار تزامنت مع تغيير رئيس البنك المركزي. الإضرابات والاحتجاجات اجتاحت الأسواق الرئيسية وأدخلتها في حالة شلل تام، وبدلا من إيقاف نزيف الريال هرب نظام خامنئي إلى الأمام بخيارات قمعية: اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة إثارة البلبلة الاقتصادية. البنك المركزي وصف ما يحدث بالمؤامرة لزيادة تفاقم الأوضاع. منذ يناير عام 2018 فقد الريال ثلثي قيمته في وقت كان يساوي 42.9 للدولار الواحد. الريال الإيراني يحتضر ونظام الملاني يدفع الاقتصاد نحو الانهيار.